ثلاثة. نعم. غير هذا الذي أخذ. غير هذا. زكاة الفطر. زكاة الفطر. قلنا أن زكاة الفطر واجب. والأصل أن تخرج طعام. صاع الطعام أخذنا ثلاثة أوقات. وقت جواز قبل العيد يوم أو يومين. استحباب قدر يوم العيد إلى صلاة العيد. وقت تحريم قبل أو بعد. نعم. تكلمنا عن الاعتكاف. سنة مؤكد راغب عليها النبي صلى الله عليه وسلم خلال أزواج الفعل. وأن اعتكف في المسائل مثل الاعتكاف الجماع وخروج الكثير. واعتكف في العشر الأواخر. إذا لم يقدر اعتكف على نقطة الليلة أو ليلتين. نعم. أي فائدة أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم. صلاة التراويح. وقلنا أصل أننا نجتمع ونترك الخير والبركة وأن نحرص أن تكون يعني هذه الأوقات عاملة بالخير. الشيطان يريد أن يفسد علينا الأعمال والكلام وغيره. أخذنا أكثر ما يكون وأقل ما يكون كيفية الصلاة وما يتعلق بالصلاة. ماذا قال؟ الأذكار. الأذكار. الدعاء. نعم. الفطر. الآن درسنا صيام مركز. صيام مركز. نعم. نعم. تكلمنا عن أنواع الصيام. أنواع الصيام. صيام واجب مستحب ومكروه ومحرم. الصيام الواجب. صيام رمضان. رمضان. صيام النذر. والنذر والكفارة. نعم. إبطال الصيام. نعم. إطلاق الصيام. طيب ما هي؟ الرد. الرد مطلق كل الأعمال. والأكل والشرب. الأكل والشرب عنده. الحجام. والجماع. والاستمناء. والقيء عنده. وقطع النية. وقطع النية. وقطع النية. نعم. الصيام المستحب الاثنين والخميس اليوم البيض وثلاثة أيام كل شهر الصيام ست من شوال وعشرة مع التاسع والحادي عشر وعرفة غير الحاج صيام داود عليه الصلاة والسلام صيام محرم وشعبان وعشر من ذي الحجة. نعم. أنت الشيخ. نعم. عندما يتكلم هؤلاء تتكلم يأتي في السؤال صيام مفروض صيام مفروض يومين من يوم من العيد. لا صيام على مكروه ومحرم بين المكروه المحرم صيام يوم العيد يومين قبل العيد وصيام يوم تشريق إلا لمن لم يجد بهذه وتقدم الصوم يوم الشكر أو يوم أو يومين إلا من كان هذه من عادته. طيب الصيام كراني رجب وصيام الدهر. نعم صيام مكروه. لماذا يدعو في العشر الأواخر؟ نعم مكتوب عند عم الضيف كتب ماذا يدعو في العشر الأواخر السنة الأولى أن يدعو إلى مدعة النبي عليه الصلاة والسلام والأولى أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو عفو تعيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وقلت فاعفو عني في بلد في مالي في زوجي في الدنيا في الآخرة تشمل خيرا دون الآخرة. صيام مكروه. صيام مكروه. السبت. وصلاة الجمعة. والمرأة. دون الزوج أثناء البناء. رهيب. أي فائدة؟ نعم. صلاة العيد. صلاة العيد. نعم.
ماذا يصنع يوم العيد؟ قلنا في عيد الفطر يفطر على تمرات وعلى وزن ويخرج من طريق ويرجع من آخر يهنئ بالعيد. نعم. من التكبيرات. التكبير المطلق والتكبير المقيد. دفع زكاة الفطر. زكاة الفطر مكروه ومحرم ومستحب. وجائز. نعم. صوم رجب عدم إفراد صوم رجب يعني. نعم. تخصيص رجب بالشيء من العبادات هذا محرم. نعم. صيام مكروه. نعم. صيام مكروه. وهو يوم الجمعة والسبت. إفراد يوم الجمعة. مفسدات الصيام. مفسدات الصيام. الاعتكاف. شروط الاعتكاف. نعم. يعتكف في مسجد. يعتكف في مسجد يكون يصلى فيه. الجماعة. الجماعة. الأولى. الأولى صلاة الجماعة. حتى لا يخرج. حتى لا يخرج. نعم. منقطع عن ذكر الله ولا يخرج لزيارة مريض ولا لاتباع جنائز. يوقع في المسجد. ينقطع عن البنية. الغرض من الاعتكاف هو إدراك ليلة القدر. ولهذا يتحرى ليلة القدر في عشر أواخر وبخاصة في الأوتار ليلة الوتر. تكبير عيد الفطر من يوم من ليلة العيد المغرب إلى مغرب يوم العيد. طيب ننظر في إشكال في الدرس. إشكال وخذ الأسئلة. إشكال شيء غير مفهوم في الدرس. نعم. بس الدعاء اللي العشر الأواخر مال الإكرام. اللهم انك عفو كريم ولا بس عفو. اللهم انك عفو والعفو عفو. ما في كريم. إذا دعا بأدعية أخرى مثلا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يصح ولا إشكال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة رضي الله عنها لهذا الدعاء. في عندك شيء آخر؟ نعم يا أخي. اسألني أنا. في الأسئلة بعدين يعني. نعم تفضل. على الدعاء اللي قال الأخ أنه أنك عفو تحب العفو عفو عنا. نعم تعفو عنا. من نضيف بعد في بدني في عافية في لا 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 بس هي خلاص. نعم فقط. اللهم أنك عفو تحب العفو عفو عنا. نعم. إذا سحب الدم في رمضان جائز أو حرام؟ سحب الدم أخذ عينة هذا لا يعني عينة المهم عينة. عين يعني مثلا يأخذ من أجل التحريم. أيوة خمس قطع. أما يأخذ تبرع بالدم التبرع بالدم هذا يضعف البدن ويحتاج إلى أكل وشرب. ف اسمع أذكار التبرع بالدم خلاص أفضل. وإذا تأخر منه دم تحليل دم إن شاء الله ما أفضل. وإذا مات بالدم إلى أدخل الدم عنده فقر الدم صاح وأعطوه دم أقوى طبعا لأن هذا أقوى أحيانا المغذية أقوى قوة المادة تدخل تلوين الشرايين يعني عم يباعون تلوين الشرايين. نعم هذا الشيء. نعم زكاة الفطر. أحيانا أنا أرسل زكاة الفطر فقراء. طيب يقول هل يصح نقل الزكاة من البلد الذي أنا فيه إلى بلد فيه أهلي أو كذا؟ يصح جائز خلاص واحدة معي. هذا الفعل جائز لكن الأولى أن تتولى إخراج الزكاة بنفسك. فإذا أخرجت بنفسك هذا أحسن. وإذا أرسلت إلى بلد يعني فيه أهل أو بلد قريب منك وتعلم أن هناك فقراء أحوال أقرباء لك قد تأخذ الأجر مرتين، أجر على إخراج الزكاة وأجر على الصلة للفقراء هؤلاء من أقربائك. مفهوم؟ نعم. قلت في الجزء الواحد اللي طلع الزكاة يعني. نعم. قبل العيد بفترة بسيطة. يوم أو يومين وقت جواز. ومن صلاة الفجر والعيد إلى صلاة العيد هذا أفضل وقت.
إذا يوصلها على البلاد معين إذا يرسل هذه الزكاة إلى من يخرجها هناك يرسل له حتى من الآن، لكن ينبه هذا الوكيل أنه ما يخرج الزكاة إلا في الوقت انتهى هذا المسألة. المسألة الثانية مثال الآن جمعية المسجد تجمع زكاة الفطر، فهي الآن تقوم مقام يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تقوم مقام الفقير، فهي كالوقيل عن هذا الفقير تعطيه اياهم يخرجوها على الوقت هم مؤتمنين عنها، لكن لا تعطي جمعيه، جمعيه تثق منها مفهوم. اذا اردت تعطي جمعيه تتاكد ان الجمعيه تخرج الزكاه في وقتها، واذا اردت ترسل الانسان تنبه هذا الوكيل في ان يخرج الزكاه في وقتها لا قبل الوقت، ولهذا درسنا الان لأنك لو أخرجت الزكاة قبل الوقت كما لو صليت قبل الوقت لا تقبل، لا بد من إعادة زكاة أخرى مكانها. نعم نفس الموضوع يأتيك يأتيك أحفظ سؤالك. نعم عيادة الطبيب الأسنان، عيادة الطبيب الأسنان حقنة البنج وحفظ الضرس وخلع الضرس هذا كله لا يفطر لأنه لا طعام ولا شراب ولا غيره، لكن يعني تعب وألم شديد هل له أن يفطر؟ نعم ما يفطر مفهوم. فأحيانا أن يصنع هذه الأمور ولا يتعب، وأحيانا يصنع هذه الأمور ويتعب له أن يفطر في رمضان مفهوم. الله يعافيك يا رب. هل نضيع الضرس؟ مشكل. قال رجل لآخر لا وجع إلا وجع العين. في القديم لم يكن هناك يعني تطور في الطب، فكان وجع العين وجع خطير يعتبر. قال هذا الثاني قال لا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا هم الدين. نعم هم بالليل وهم بالنهار. فقال له الثاني لا والله لا وجع إلا وجع الضرس ولا هم إلا هم العسر. ما الذي غلط؟ ما هذا الفكر؟ الأول أو الثالث؟ نعم. السلام عليكم، الله يمسك بالخير. مرض السكر في درجة واحد في درجة اثنين، درجة واحد بياخذ الوبر، درجة اثنين بياخذ الحبوب. نعم. ليش بيجوز على مريض السكر اللي كان مريض السكر يرجع للطبيب. قرر عليه الطبيب أن يأخذ إبرة أنسولين من دون أن يتناول طعام، وقال لا إشكال إذا أخذت إبرة أنسولين تكون معافى بإذن الله ولا تحتاج إلى طعام وتستطيع الصيام يصوم. قال له الطبيب تأخذ إبرة أنسولين لكن لا بد أن تأكل حتى يتعادل السكر، وقال ما تستطيع هذا لو صام فهو آمن مفهوم. فالرجوع في هذا الى الطبيب. طبيب مسلم ولا طبيب؟ طبيب. ما قلنا حكينا في درجه واحد بياخذوا انسولين وفي درجه اثنين بياخذوا. والله انا ما اعرف. قلنا نرجع للطبيب مسلم او كافر يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لان الطبيب الان الكافر يقول الشيخ ابن عثيمين يعني في الغالب المجتمع على مهنته ويخاف على مهنته على السمع مو من اجل انت مسلم وكذا. فالمريض مرض السكر نرجع الى الطبيب يقال يصوم يصوم يفطر يفطر ولا هو اذا حقق عليه فقط الابره لا يفطر بالابره. طيب ولو خلف طب في حال انه ما صمش ايش بيجوز على المسلم؟ إذا ما يصوم ما صمش طيب ايش لازم يسوي؟ هذا السؤال الأخير. لا كنت واحد صديق. إذا لم يصم لمرض وهذا المرض لا يرجعه، وأخبر الطبيب أنه لا بد أن يتناول الدواء، فهذا ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكين، إما أن يطعم في كل يوم من أيام رمضان أو يؤخر إلى نهاية الشهر ويطعم 30 أو 29 مسكين بحسب الشهر. مفهوم؟ أوكي. الحمد لله. آخر سؤال. نعم. جيد آخر سؤال. نعم. كلمة. ليش مكروه يوم الجمعة والسبت الصيام؟ لماذا؟
يوم كره صيح افراد يوم الجمعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصد يوم الجمعه، وقال في السبت لا تصوم السبت الذي مفترض عليه. لكن بعض الناس لديهم اجازه في يوم الجمعه، اجازه في يوم الجمعه، ويقول انا ما استطيع الصيام الا في هذا اليوم، انا اصوم لا من اجل الجمعه لكن من اجل الاجازه. هذا الاخ في ليله الجمعه لم ياتي النوم وقام يصلي، هل تقصد احياء ليله الجمعه؟ لا. يصح؟ يصح. جاء يوم عرفه في يوم سبت، هل الصيام هنا يوم السبت من اجل يوم سبت انه يوم سبت او من اجل عرفه؟ من اجل عرفه يصح. نعم. أنا كنت أسأل سؤال، أنا مريض سكر. أسأل الله يعافيك يا رب. وعافيك كل الصف فوق الدواء. نعم. صار لي تقريبا 6 سنين. طيب. فوق الحبوب. نعم. كل فترة برمضان يقولوا لي لازم قبل رمضان يقولوا لي لازم تاكل